إعلامنا تعرض لعقوبات من بداية الحرب على سوريا، وقدرنا أن نوصل صوت إعلامنا، قدرنا نوصل صوت الحقيقة، فهن عن جديد هلأ عم للأسف عم يعانوا من نفس المعاناة، فقدرنا نحن ننقل لهم طريقتنا نحن كمان كيف قدرنا نوصل صوت إعلامنا للجميع. ضربونا صاروخ بالله السلام دخلنا بالغلط جورج يعني قمع رأي المواطن اعلان السوري تأثر انا ابوك يا كلب نعم شادي حلوة كنت معنا شكرا جزيلا ايها الاعزاء المشاهدون كان مراسلنا شادي حلوة من حلب هي بشار الاسد روح رح نبعد منك هيو بالروح بالدم نديني يا بشار أهالي حي الميدان يشكرون ربهم على الأمطار الشديدة التي هطلت بينما الجزيرة ما زالت تنقل صورا تقول إنها لمظاهرة في الميدان بالفعل اللي استحوا ماتوا لكن المطر نزلت بدكم نقول ما نزلت ولك أهلنا وأهل الميدان بيشكروا ربهم كل ما نزل المطر فعلا ما عاد استحوا الله يسعد مساكم ضيفتنا الكريمين انسي ريم مسعود شرفنا فيكي اهلا وسهلا اهلا وسهلا احنا متواجدين حاليا باستراحه مع المقاتلين ابطالنا ابطال الجيش العربي السوري الاخ المقاتل رفيق عقبه حابب كمان يهدينا اغنيه واصلت ميليشيا قصد المدعومه امريكيا عمليات الخطف في اماكن انتشارها في منطقه الجزيره حيث اختطفت ثلاثه شبان من بلده ذيبان بريف دير الزور الشرقي مساعد في حدا مساعد من ناديله احمد من ناديله شو رايك احمد تفضل تعال شاركه الاجابه استاذ عمر بده مساعده لانه تفضل استاذ تفضل شاركه ما بده ما حب يساعدك معناها انت بدك تغني لي هلا شو بدي اغني عشان ربحك من عطورات المظلوم والله حرمنا من عطرك ليه هو اللي أخذك مني نايه على أي حال العطر الجميل لك قلبي حتتربى عليه هلا بدك تسكتني بهيك مقطع بعين صوتك ما شاء الله قريب لجورج والسوق بجنة هلا رح ربحك معنا من عطورات المظلوم وألف مبروك عليك نحن أنتوا وجودكم مربح الله يسلمك شكرا كثير نقل لاجئين إلى الدائم أهلاً بكم طيب 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 طيب